من هو سامي يوسف؟ عادة ما يرتبط الجمال بالفن في أغلب المجتمعات، على عكس المجتمع العربي الإسلامي الذي ينظر للمظاهر الفنية على أنها الجمال المحرم. فالكثير من المشايخ المسلمين ترفض فن الموسيقى والنحت والتمثيل وغيرها الكثير. وأيضا يوجد كثير من العائلات المسلمة التي تمنع منعا باتا أن يدخل أبناؤها إلى عالم الفن. ولكن عند وجود ما يدعى الفن الملتزم، فإن هذه النظرة سوف تتغير كليا، بحيث أن الأناشيد الدينية التي يرددها الأطفال والشباب وجميع الفئات العمرية تختلف كليا عن الأغاني الشائعة الممنوعة من قبل بعض الأشخاص، لجمال وخشوعة كلماتها والمعاني التي يتقرب منها المستمع للدين. ومن أشهر الأشخاص الذين أبدعوا في هذا الفن سامي يوسف وماهر زين. سامي يوسف المنشد والملحن والمنتج والمؤلف والموسيقي الكبير سامي يوسف يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصل آذري. ولد في طهران بإيران في يوليو 1980. تميز بخلفية دينية وأبدع في الأناشيد الملتزمة وتمجد الأغاني الخاصة به الأخلاق الإسلامية. درس موسيقى على يد عدة ملحنين كبار بعد أن تلقى دراسته في الأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن. تعلم منذ نعومة أظفاره العزف على العديد من الآلات مثل البيانو والكمان والتومباك السنتي الدف الطبلة والعود. عند إصداره أول ألبوم له بعنوان المعلم، لاقى شهرة واسعة، وكان من غنائه وألحانه وأتباعه بألبومه أمتي الذي نال على إعجاب الكثير من الناس، وخاصة الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأيضا جنوب شرق آسيا. احتل سامي يوسف العناوين الرئيسية على عدة قنوات عالمية مثل CNN، BBC، والABC، والجزيرة وغيرها، عدا عن القنوات الرئيسية الفضائية في الشرق الأوسط أو تركيا. أطلق عليه لقب أكبر نجم روك مسلم من قبل مجلة التايمز البريطانية، وأطلقت أيضا مجلة الجارديان عليه لقب أشهر مسلمين بريطانيين في العالم. فاعتبروا الأناشيد الموسيقية والألحان الخاصة به البديل المنافس للموسيقى الغربية السائدة. كما حصل أيضا على العديد من الجوائز والتكريمات من جامعة روهاميتون الواقعة في لندن، وبذلك أصبح أول وأصغر شاب مسلم يحصل على درجة دكتوراه فخرية في الآداب. تحظى عادة الحفلات الخاصة به على آلاف الأشخاص للاستمتاع بهذا المنشد الرائع. استطاع سامي يوسف كسب قلوب العالم بفترة ليست بالطويلة في ظل هذه الحياة المزدحمة والموسيقى المعتادة. ويعد يوسف من المنشدين الذين ذاع صيتهم بشكل بشدة ونال صدى واسع في العالم الإسلامي. أصدر أناشيد عديدة رائعة وصور العديد منها على طريقة الفيديو كليب، فحصلت على أعداد عالية جدا جدا من المشاهدة. ومن أهم أناشيده المعروفة المعلم، اجعلني قويا، من هو المحبوب، يا أمي، ابتسم، أمتى، غار حراء، الشفاء، بدونك، أينما تكون، حسبي يا ربي جل الله، سلام، يا مصطفى، أغاني الطريق، الدعاء، بركة.